يأمل الشعب التشادي من أول فريق حكومي للجمهورية الخامسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سيكسي ماسرا تحقيق الكثير من الآمال والتطلعات، وتتمثل هذه الآمال والتطلعات في الرقي بالقطاعات الحيوية كالتعليم والطاقة والزراعة والاقتصاد والجهاز القضائي والأمن لينعم السكان بما تزخر به هذه البلاد من خيرات وفيرة. وقد عقد اليوم أول مجلس وزراء لحكومة الثاني من يناير تحت إشراف رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس دبيتنو. بدأت الجلسة بعرض الفريق الجديد على رئيس الجمهورية، وفي غضون انعقاد هذا المجلس الوزاري كانت رسالة رئيس الجمهورية جلية وواضحة كوضوح الشمس ترمي إلى هدف واحد، ألا وهو أداء هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء بكل أمانة وإخلاص. الفريق الحكومي الجديد كان مغتبطا بعد انعقاد هذا المجلس الوزاري، حيث ارتسم على وجوههم الحماس للعمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل المستعصية من أجل استعادة الثقة بين المواطن والجهاز القضائي. هذا ما صرح به وزير العدل حامي الأختام عبد الرحيم بريمة. الجستيس بيعاني من مشكلة، في أزمة، هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، لكن يجب إننا ما نقف في هذه النقطة فقط، وإنما أن نعمل لإزالة كل الشوائب عشان نوصل لنقطة إنه المواطن يثق في القضاء. الاضطرابات الأخيرة التي ضربت القطاع التعليمي تسببت في إضراب بعض المعلمين مما أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة دولمباي سادي تعهد بالحل العاجل لمعضلة الإضراب ليعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. قبل لي نيجي من ريونيو أنا بريمير ريونيو أنا سينكيمو بيبليك دانا مينيس دول أنا إيشانجي مع سينديكاليز دول وما جروب دي كريز دول لأكل ولكن ديسكسيون لو غام شي ديل avec لاس غميشيل يومين جايين داك يقول لي قبل لي على دول قبل لي خو. هيمنة قطاع التعليم على الأخبار ليس أقل شأنا من قطاع الزراعة مع تهديدات المجاعة المحتملة هذا العام نظرا لشح الأمطار. السيد علي توبيو أمين الإنتاج والتحول الزراعي ينوي التحرك دون مضيعة للوقت لإيجاد الحلول اللازمة. كم أننا دابا دينا ديديت وعندنا استراتيجية أجينا مع بارتنير أجينا دول لنلغو سوليشن أن أورجانس لخوامنا جو دول يبيننا فينومين أنا ألمي الجا السندا زرادول دا ما دوني أديل أنينا غوفرنما أنا ميشيون إدونك ندوس في أن أكسيون. وتقول السيدة ندوغونا مباكاسي ريراجيم وزيرة الطاقة إنها تدرك حجم التحدي المنتظر وأخذت توجيهات رئيس الجمهورية بمحمل الجد. أنا وتكنيسيان دول أنا ديبارتمان دا كل كده دايرين بوبيلاسيون يلقى لي النار أي ما أجيت وبقرصة كله يبقى شيء كان قدرنا ده بروجيه دول الكتير جودة هسا وايدين غايب خلاص غاي مارشي وايدين لسا أنا جيت دا سامي ما تكنيسيين دول دا إن شاء الله نشوفوا دليلة أنينا دايرين دا إلكتريسيتي دا نلقو كلنا كيفي تادا. ومن خلال رفض الفيدرالية كشكل من أشكال الدولة خلال الاستفتاء الأخير ينتظر التشاديون إنشاء هياكل لا مركزية متجددة، حيث أوضح أمين الدولة في إدارة الأراضي واللامركزية السيد أحمد عمر أحمد أن الوزارة أهل للقيام بهذا الدور. أنتم تعلمون تماما أن بلدنا تمر الآن بمرحلة حساسة جدا وهي الرجوع إلى المرحلة الدستورية، لذلك فيما يتعلق بوزارة إدارة الأراضي واللامركزية وخاصة مع التصديق على الدستور الجديد الذي ينص بأن اللامركزية ستكون قوية وتطبق على أرض الواقع، فمن ضمن أولويات هذه الوزارة هو التطبيق الفعلي لللامركزية في البلاد. وبالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية الأخرى فإن عملية الإصلاح تتطلب موارد هائلة ويجب تعبئة الموارد من شركاء تشاد. وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السيد محمد السيوطي أبكر هو المسؤول الأول عن حشد هذه الموارد. بارتنيرا جينا البرا دول إيسو إمبورتون، إن شاء الله
يا مد داب أنا شلت سيرفيس أمس، دونك إن شاء الله يوم يومين إن شاء الله جوفي إسيي نمشي لهم ونفا فوار كوما أنسامبل نجوب مالية منهم كومسا يجوا يساعدونا. ومن هذا المنطلق فإن الفريق الحكومي الجديد يدرك تماما ما ينتظره من رهانات وتحديات، لذا يتسابق مع الزمن لترتيب الأمور ووضعها في نصابها لعله يزيل الشكوك التي ظلت تراود المواطن لسنوات طويلة.